اهلا بكم. نبتدي بقى البرنامج بتاعنا. اهلا بكم في برنامج البرنامج. بس نعم معلش ثانيه، ممكن نوقف تصوير يا جماعه؟ معلش ثانيه واحده، في حد بره جه متاخر. معلش بس لا 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 لا، احنا ابتدينا البرنامج خلاص. لا ما ينفعش. لا 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 ما ينفعش. مش عارف الكلام دهوت ما ينفعش. لا اصلا this is unprofessional. لا لا this is not professional. The really important. لا 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 خلاص يا خليفه. خليفه خلاص. باسم اليسا. مين اليسا؟ طب يلا يا جماعه نطلع نجيبها. والان مع فنانه الفنانه اليسا. يسري مسرح كبير، اتنين مايك وإليسا. اهلا بيك، نورتي مصر، يعني نورتي البلد كلها الحقيقه والله العظيم. انا بس انا هطلب من حضرتك حاجه صغيره. انا عندي صوره صغيره ليك قد كده، تبقي تمضيها لي بعد البرنامج. هي صوره صغيره حطيتها على طول في اوضتي، يعني عارف ازاي؟ يعني لو ممكن حضرتك ما تنسيش. ها ما تنسيش خالص يعني. اوكي. المهم على فكره، بمناسبه يعني وجود اليسا معانا هنا، هوت ان شاء الله سي بي سي بتقدم برنامج ذا اكس فاكتور، حاصلين على سي بي سي، فيها ان شاء الله هيبقوا الحكام، هيبقى اليسا، سيني جسمي، وائل لكفوري، وكارل سماحه. يعني ما شاء الله سي بي سي يعني ابتدت بخير رمضان، ودلوقتي اليسا. ازاي والله العظيم.